الحاج يونس يصارع الموتى من داخل قسم الإنعاش. إليكم التفاصيل، فتابعوا الفيديو إلى آخره. فبعد أن كان الحاج يونس قد شارك مع جمهوره قبل أيام على حائطه الفيسبوكي صورا من داخل المساحة التي يرقد فيها، حيث أرفقها بتدوينة قال فيها: لليوم الثالث وأنا في صراع شرس ضد الكوفيد واللي جات من عند الله مرحبا بها. إلا أنه اليوم وفي هذه اللحظات يصارع الفنان القدير الحاج يونس الموت داخل مساحة خاصة بمدينة الدار البيضاء بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به منذ أسابيع. وقد أكدت أسرة الفنان الحاج يونس بأن هذا الأخير المتواجد داخل غرفة الإنعاش قد فقد النطق بعد تدهور حالته الصحية في الساعات القليلة الماضية، ما دفع بالطاقم الطبي إلى تكثيف الجهود لتجنب فقدانه. وتجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد تسلل إلى أجساد العديد من الفنانين والمشاهير المغاربة، وغيب أيضا العديد منهم عن الحياة، أبرزهم الفنان القدير محمود الإدريسي الذي فارق الحياة قبل أشهر بسبب الوباء. وتجدر الإشارة إلى أن الفنان الحاج يونس قد أصيب بالفيروس المرعب قبل أسابيع، ما استدعى نقله إلى مساحة خاصة بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.